كنت لسه معرفش يعني ايه علاقة زوجية، ما كنتش عارف يعني ايه اللي بيحصل ما بين الراجل ومراته، لكن اتصدمت جدا لما عرفت. ويا ريتني ما عرفت، لان من يوميها وانا مبطلش خالص اعمل العادة، مش قادرة خالص امسك نفسي. الموضوع قلب معايا بإثارة وكمان تشويق، الموضوع قلب معايا بحاجة تانية خالص هتستغربوها كلكم في الآخر. كنت عايشة مع ماما وبابا وكمان إخواتي، يعتبر أنا الكبيرة بتاعت إخواتي، لكن كنت لسه إخواتي كانوا لسه صغيرين، اللي عندها 7 سنين واللي عنده 8 سنين، وأنا كنت يعتبر الكبيرة بتاعتهم. والدي موظف على قد حاله، يدوبك بيخلص شغل حوالي عن الساعة 2:30 ويجي، بتكون ماما مجهزة الغدا، بنتغدى وبيدخل المفروض علشان يريح شوية، ينام له شوية يعني. وفي الأثناء دوت بلاقيه بينادي على ماما وبيقول لها تعالي أنا عايزك، وكان دايما على طول كل يوم كده. كنت بفكرهم بيدخلوا يناموا، لكن اكتشفت غير كده خالص. في يوم من الأيام، كان في الأيام ديت كنت تعبانة وكان عندي دور سخونية جامد جدا، مقدرتش ان انا انزل المدرسة ولا حتى اروح الدروس بتاعتي. وبابا جه من الشغل كالعادة، اتغدى ودخل علشان يرتاح في اوضته، ونده على ماما. وفي الاوقات ديت المفروض ان انا كنت نايمة وتعبانة جدا، واخواتي كانوا في الدروس بتاعتهم، لكن اتفاجئت وصحيت على صوت صريخ واهات وكلام غريب جدا بالنسبة لي. صحيت وبدأت اتسحب وخرجت من اوضتي، من كتر ما كنت سامعه صريخ خفت ليكون بابا بيضرب في ماما. وبدأت ان انا اخرج من اوضتي واشوف ايه اللي بيحصل، لكن كنت خارجه وانا خايفه، خايفه ليكون فعلا بيضربها ويضربني معاها لما يلاقيني خرجت من الاوضه. لكن اتفاجئت ان هما الاتنين قافلين الباب بتاع اوضتهم عليهم، وسمعت صوت اهات. وماما كانت بتقول وقتها كلام مثير جدا، كانت بتقول له قوي وكمان وحلو قوي وجميل وزقه قوي. سمعت الكلام دوت كله بوداني، ما قدرتش ان انا افسره. لكن مرت الايام وكنت كل حين من التاني كنت اسمع نفس الكلام، وكنت خلاص اتعودت انا واخواتي ان والدي بيجي يتغدى ويدخل هو وماما الاوضه. لكن مره في بالليل سمعت برضو نفس اللي كنت خلاص اتعودت ان انا اسمعه، وقفت على الباب وقعدت اسمع، وبرضو سمعت ماما وهي عماله بتتكلم وبتقول كلام غريب جدا بالنسبه لي، عماله بتقوله بالراحه لحسن هو بيوجع. وطبعا في الاثناء ديت بابا كان بيقول لها ما تخافيش، هتاخدي كمان وكمان عندي كتير. وقتها ما كنتش فاهمة اللغة اللي بينهم، لكن كنت حاسة ان هما مستمتعين وان هما بيعملوا حاجة حلوة او مع بعض. فضل الموضوع شغلني جدا وكمان بيراودني، وكنت عايزة افهم ايه اللي بيحصل بالظبط. كان ليا صديقة بتعيد معايا في نفس السنة، أكبر مني بسنة، لكن شكلها كانت فاهمة كل حاجة عن العلاقة الزوجية. ورحت اتكلمت وحكيت معاها تاني يوم، وقلت لها ان انا بسمع ماما وهي بتتنهد، وقلت لها كمان على كل الكلام اللي انا سمعته من ماما وكمان بابا اللي بيحصل بينهم في العلاقة. قالت لي ان هما كده بيكونوا بيعملوا علاقة زوجية مع بعض، واي 2 ازواج بيعملوا كده. استغربت جدا، سألتها وقلت لها لما هي مستمتعة ليه بتقعد تقول آه وبيوجع، ليه بتقعد تصرخ وتصوت. لقيتها بترد عليا وبتقول لي ما هو دوت نتيجة ان هي مبسوطة باللي جبوك بيعمله معاه. ما كنتش مقتنعة خالص، ما كنتش مقتنعة ان معنى الواحدة تصوت وتصرخ وتكون موجوعة كده يبقى هي كده مستمتعة. لكن هي في وقتها حاولت تقنعني ان هي كده امي مستمتعة باللي بيحصل فيها،
لكن عايزة أقولكم إن أنا برضو مقتنعتش. بقيت أسمع كل يوم أبويا وأمه وهما مع بعض، لكن شدني الفضول وكنت عايزة أشوف إيه اللي بيحصل جوه. ووقتها بدأت إن أنا أبص من خرم الباب، والحظ أصلا ماما إن باب أوضتها ومن مكان المفتاح فيه خرم، وماما ما كانتش مركزة خالص إن ممكن الخرم دوت حد مني أو من إخواتي يبص عليها منه، وكمان سرير ماما قبل الخرم دوت بالظبط. جات لي الجرأة بالليل واتسحبت وخرجت، وكنت خايفة جدا وأنا ببص من خرم الباب، كنت خايفة حد يفتح الباب أو حد من إخواتي يشوفني. لكن وقتها سمعت ماما وهي مندمجة جدا مع بابا بالأهات والصريخ وكمان الدلع اللي كان بيوريه لها. جاتني الجرأة ووطيت على الباب وبصيت من خرم الباب، وشفت اللي كنت أول مرة في حياتي أشوف. شفت أمي وأبويا من غير هدوم خالص، وهما الاتنين على السرير، وأمي نايمة على ظهرها وأبويا فوق منها. ووقتها شفتهم وهما بيعملوا مع بعض كل حاجة وعلى المكشوف، وعرفت فعلا ان صاحبتي كانت كلامها كله صح. خلاص عرفت ايه اللي بيحصل، لكن بعد كده بقى عندي فضول اقف واتفرج كمان وكمان، وحسيت ان انا مستمتعة وانا بتفرج عليهم. حسيت بنشوة في جسمي، حسيت بحاجات غريبة بتحصل في مناطق حساسة في جسمي، حسيت في حاجات كأنها سخنة بتنزل مني، وبدأت أتابعهم يوم بعد يوم، وكنت كل يوم بقى